يوم الاثنين بعد ما رب المجد يسوع يخش حياتي، يوم الحد لازم رب المجد يسوع ينظف حياتي، اسمه يوم التنظيف. رب المجد يسوع ينظف حياتي، داخل على اورشليم ما يلاقي شجر التين. شجر التين ورق من غير ثمر. شجرة التين تمثل الإنسان، والثمر اللي هو اللي طالع منها دي الفضائل الروحية الداخلية اللي خارجة من روحه وقلبه وحياته مع ربنا، والورق اللي من بره دي الأعمال الخارجية. لقى إنسان، لقى شجرة التين شكلها من بره حلو، ولكن جوه لا يوجد ثمر. رياء، مظهرية، شكل حلو، كلام حلو، ولكن أفعال داخلية وحياة داخلية مش موجودة. فيلعن رب المجد يسوع شجرة التين غير المثمرة. وزي ما أكنه بيقول لكل واحد فينا، خرج منك الرياء، المظهرية، الأشكال الخارجية، أهم حاجة قدام الناس. طب يا ترى مخدع الصلاة شكله إزاي؟ يا ترى القداسات وانت بتصلي القداس فرحان برب المجد يسوع وبتصلي، ولا جاي عشان الناس تشوفك؟ يا ترى بتفكر في الناس ولا تفكر في علاقة شخصية بينك وبين ربنا؟ في ثمر ولا مفيش؟ في ثمر ولا مفيش؟ كل واحد فينا يقف لحظة كده يوم الاثنين يقول لك يا رب ممكن تخش حياتي وتنزع من حياتي كل المظاهر كل المظاهر الخارجية وكل الرياء وكل الأشكال دي كلها، وممكن تحط في قلبي ثمار حقيقية، أأتي بثمر كثير ليك يا رب، ثمر حقيقي يفرح قلبك ويفرح كل البشرية بعمل ربنا في حياتك. الشاطر فينا هو يقول لي ربنا يا رب نظف حياتي، نظف حياتي من الرياء والمظهرية. يدخل رب المجد يسوع الهيكل بقى ما يلاقي الباعة والدوشة والبيع والشراء والمشغوليات، فيطهر الهيكل يوم الاثنين. نحن هيكل الله، احنا هيكل ربنا وربنا يسكن فينا. يا ترى بقى الهيكل ده شكله ازاي؟ مليان أخبار وسياسة واقتصاد. يا ترى بتصحى الصبح على إيه؟ على الأخبار والفيسبوك والواتساب، ولا بتصحى الصبح على كلمة ربنا؟ يا ترى بتنام على الأخبار والضيقات والأتعاب وعمال بتحط في دماغك إيه؟ مشاغيل العالم وأضيقات العالم واقتصاد العالم، وده طلع وده نزل وده إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ رب المجد يسوع يقول لك ممكن أخش حياتك زي ما دخلت الهيكل وطهر حياتك، أنظف حياتك من المشغولية. في مثل الزارع عندي أرض، الأرض اللي كان فيها شوك، الشوك طلع فخنق الزرعة. مشكلة الأرض دي إن هي كانت بتسقي الشوكة، ما الشوكة كبرت، ولما الشوكة كبرت خنقت الزرعة كلمة ربنا. يا ترى هتسقي إيه في حياتك؟ قول لي رب المجد يسوع يا رب اسقي حياتي، اسقي قلبي بكلمتك. أنا عايز أقعد وقت أطول معاك. لما تقعد وقت أطول مع ربنا لا تطلع زرعة كبيرة، ما تقضي على الشوكة، هموم العالم ومشاغل العالم وضيقات العالم وأتعاب العالم ورياء العالم والكبرياء وكل الكلام ده كله. يوم الاثنين هو يوم التنظيف. نصلي ربنا ونقول يا ربي طهرني من كل رياء ومظهرية، من المشغوليات، خليني أفضي دماغي من المشغوليات، خليني أقعد معاك باللفظ كده بسيط، اعمل دماغ مع ربنا، افرح مع ربنا، قوله يا رب املاني بروحك القدوس، خليني آتي بثمر، فرحني بيك، فرحني بكلمتك، خليني أبقى فرحان. أصل مشاغل العالم وضيقات العالم والهموم دي كلها بتتعب البني آدم، وبعد ما تعرف كل الأخبار دي هتستفيد إيه؟ أمراض وضيقات ومشاغل. بس الإنسان اللي بيشغل نفسه بربنا يبقى فرحان. دخل يسوع حياتك وخليه ينظف حياتك من كل الكلام اللخبطة دي كلها، وقول له معك لا أريد شيئا على الأرض. ممكن يا رب تخش حياتي وتنظفها وتملاها بروحك القدوس عشان أفرح معاك وأبقى مستعد لتعاليمك بتاعت يوم الثلاث. كل سنة وحضرتكم طيبة.